حاجة كنبغي نرحب بكم يعني في المؤسسة ديالنا. بالنسبة للدخول المدرسي لهاد السنة الدراسية هذه هو يعني دخول مدرسي ماشي بحال السنوات المنصرمة. يعني الحمد لله احنا هاد الثلاث شهور اللي دازت اللي كنا في الحجر الصحي كانت تجربة يعني غنية، لأننا الحمد لله كنا مجندين يعني عن بالنسبة للتعليم عن بعد، كنا يعني الحمد لله مجندين. كان عندنا بالنسبة للأطر ديالنا كانوا متبعوا دي فورماسيون، الأطر التربوية والأطر الإدارية. يعني الحمد لله الحاجة اللي كنا حنايا يعني في الأول قبل ما يجي هذا الخبر ديال الوزارة أنه غادي يكون التعليم عن بعد، كنا يعني هيئنا المؤسسة والأطر ديالنا على أساس أنه غيكون عندنا ثلاثة ديال السيناريوهات. يعني السيناريو الأول أنه غادي يكون التعليم حضوري 100%، يعني دخول مدرسي عادي. السيناريو الثاني يكون التعليم عن بعد، يعني اللي كنا ديجا خدينا فيه تجربة في ثلاث الأشهر يعني اللي دازت في الحجر الصحي. والسيناريو الثاني هو أنه غادي نديرو التعليم بالتناوب، يعني بين ما هو تعليم حضوري وما هو تعليم يعني عن بعد. بالنسبة للتعليم الحضوري اللي قلت 100% والتعليم اللي غيكون بالتناوب، يعني الحمد لله احنا جندنا باش انه غادي نقوموا يعني باحترام البروتوكول الصحي اللي وضعته الوزارة الوصية. والحمد لله المؤسسة كما شفتوا راها كانت مستعدة لاستقبال التلاميذ، ولكن نظرا لتطور الحالة الوبائية في بلادنا وخصوصا في مدينة الدار البيضاء، جاء القرار ديال الوزارة انه غادي يكون يعني تعليم عن بعد بالنسبة للمؤسسة اللي كتواجد في مدينة الدار البيضاء. والحمد لله ما كانش عندنا إشكال، يعني احنا كنا مهيئين وتالآباء كانوا يعني مستعدين أنه غيكون التعليم عن بعد، لأنهم ديجا عاشوا معنا التجربة في السنوات اللي زعما في الأشهر اللي هو الآباء يعني لا ماجوريتي ديال لي بارون بغاو أنه يكون التعليم حضوري، يعني نظرا لان الاباء كتشتغل يعني ما يمكن لهمش يبقاو وليداتهم في المنزل. احنا كيفاش بغينا زعما كيفاش حطينا المنهجيه باش نسيروا هذا الشيء، هو انه درنا التعليم يعني بالتناوب. يعني غادي يكون مثلا قسم غادي يتقسم الى فوجين، فوج غادي يجي في الصباح وفوج غيجي في العشيه. يعني ديجا انه كيسمح للتلميذ انه كيجي يوميا للمؤسسه، ما كينقطعش يعني ما كيكونش انقطاع. وهذاك الفوج اللي كيكون مثلا في الصباح في المؤسسه، الفوج اللي كيكون في المنزل ديالو كيكون تتابع معاه الدرس.
وفي العشية كذلك. يعني الفوج اللي كيجي كيكون كيقرا هنا حضوري، والفوج الآخر اللي كان في الصباح ودابا في العشية كاين في المنزل ديالو كيتابع معاه الدرس في المنزل ديالو يعني عن بعد. لا ما كيكونش التكرار، كتكون لا كونتينيتي باش نحاولوا نسيروا يعني الخصوصيه. بخصوص الاستعدادات التي قامت بها المؤسسه من اجل التغلب على اكراهات الدخول المدرسي لهذه السنه، نود التذكير فقط بان المؤسسه استطاعت ان تتجاوز المشاكل التي اعترضتها في نهايه الدخول المدرسي نهايه السنه الدراسيه للسنه الماضيه، وذلك عبر تعبئة مواردها و تأسيس أو خلق خلية داخل المؤسسة، خلية تقنية تهتم بتوفير كل مستلزمات عملية التعليم عن بعد، عبر تكوين الأساتذة في هذا المجال، وثانيا عبر تجهيز القاعات بحواسيب، كما أن المؤسسة تتوفر على سبورة تفاعلية داخل كل حجرة دراسية. ثم ثانيا في بداية الدخول المدرسي، نظرا لالتحاق أساتذة جدد، كررت إدارة المؤسسة تأهيل الأطر التربوية في مجال تقنيات المعلوماتية حتى يتمكنوا من توفير أفضل خدمة للمتعلمات والمتعلمين عن بعد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن إدارة المؤسسة حاولت أن تكون مستعدة لأي صيغة تربوية معتمدة في أي وقت، فلذلك فكنا على أتم الاستعداد للانخراط في تجربة التعليم الحضوري بالتناوب، يعني دروس داخل القسم ودروس عن بعد، وتم تأهيل الأطر التربوية في جميع المستويات بعد القرار المفاجئ الذي أمنته الظرفية الوبائية. بطبيعة الحال الأساتذة كانوا على أتم الاستعداد للقيام بواجبهم على أحسن حال، والحمد لله العملية تمر في جو هادئ وسليم وآمن، لأن المؤسسة كذلك لا ينبغي أن ننسى أنها وفرت كل شروط السلامة الجسدية لكل العاملين بها ولكل مرتفقي هذه مواقيت الدراسة عن بعد. تم أخذ بعين الاعتبار المذكرة التي توصلت بها إدارة المؤسسة السنة الماضية، والتي ينبغي أن تراعي طبيعة الحال قدرات المتعلمات والمتعلمين خاصة في المستوى الابتدائي، وأن بمعنى أننا التزمنا بهذه المذكرة، وهناك جدولة خاصة توصل بها جميع الآباء نلتزم بها حتى تكون العملية في مستوى استيعاب وإدراك المتعلمات والمتعلمين، وكذلك حتى ننجح في هذه المحطة. Donc au début de cette année scolaire 2020-2021, on a prévu un enseignement hybride, c'est-à-dire à distance et en présentiel en même temps. Mais après le communiqué du ministre, donc on a mis en place des dispositifs parce qu'on a opté pour le distanciel à 100%. Donc on a mis en place des dispositifs, comme vous voyez, Google Meet et Classroom. D'accord, pour pouvoir bien sûr assurer la continuité de l'enseignement avec nos élèves. Alhamdoulilah, ça se passe très bien. On a tissé le lien avec eux, on a une interaction, donc on n'a aucun problème par rapport à ça. On n'avait pas trouvé des problèmes concernant la connexion avec le contact avec les élèves. Non, pas du tout. Ce sont des classes virtuelles, c'est comme s'ils sont ici en classe. Comme je vous ai dit, même si la rentrée scolaire normalement on ne se connaît pas, c'est leur première année, c'est leur première expérience avec une nouvelle enseignante. Mais alhamdoulilah, ça se passe très bien, on a les moyens. Et bien sûr, comme je vous ai dit, on assure la continuité et le bon déroulement de l'enseignement à distance. D'ailleurs, comme vous voyez, on est très bien équipés. Et on est prêt, bien sûr, groupe scolaire Ben Elal est prêt à continuer sur cette voie et être auprès de ses... إذن كما تعلمون الدخول المدرسي هذه السنة يأتي في ظروف استثنائية حقيقة لم أشهد لها مثيلا طوال مسيرتي الدراسية أو حتى التعليمية. طبعا هذا ما فرضته الوضعية الوبائية بالمغرب. التحقنا في 31 من غشت، وضعنا تصورا عاما للدخول المدرسي، ارتكزنا فيه على مبادئ
المذكرة 39/20 اخترنا مبدأ التناوب أو التعليم بالتناوب، طبعا التناوب ما بين الحضور والتعلم الذاتي، إلا أن الوضعية بالمغرب كما قلت أو ببعض مناطق المغرب خاصة ببعض مناطق الدار البيضاء قد فرضت على بعض المديريات الإقليمية أن تتبنى مبدأ التعليم عن بعد. طبعا هذا المبدأ نحن اعتمدناه منذ مارس السنة الماضية، ألفنا استأنسنا به، كذلك كل المتعلمين مستأنسون بهذا النظام، طبعا لم يخلق لنا إشكالا على الإطلاق. طبعا عندما التحق المتعلمون كان جاهزون للتعلم بهذه الطريقة، حتى المتعلمين الجدد خصصنا لهم حصص للتكوين، حصص للتدريب، والآن هم مستأنسون بهذه الطريقة والأمور تسير على خير ما يرام. نتيجة الظروف الوبائية التي تعيشها بلادنا وجل بلدان العالم إثر انتشار وباء كوفيد-19، تم إقرار العملية التعلمية عن بعد كصيغة تربوية في جميع المستويات، ومن ذلك الحين تجند أطر مؤسستنا لإنجاح هذه العملية الملقاة على عاتقنا وبإمكانيات عالية الجودة مثل التي نتوفر عليها من أجهزة إلكترونية ومنصات رقمية وموارد متنوعة وناجعة في هذا المجال. الحمد لله تمكننا من الانتقال من الأقسام الحضور من الحضور الفعلي للتلاميذ إلى أقسام افتراضية، والحمد لله كسبنا الرهان وحققنا الأهداف المتوخاة. ومن هذا المنبر أشكر كل من الفريق التربوي والإداري والتقني وأيضا مربيات الروض اللواتي أبن عن علو كعبهن في هذه المحنة وأوصلنا المعلومة على أحسن ما يرام. شكرا لكم ومرحبا بكم في رحابي. قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.